يا الله دخيلك كيف صار هيك؟ شو هذا يا الله؟ يا درويش وشك صار فيك يا درويش؟ صار معك يا درويش؟ لا يا مريش يا الله هذا صار عنده صدر؟ شو نوع هالحادث اللي تعرض له؟ شو عملت بحالك؟ شو هاد يا باريش؟ أنا بسأل أنه هو وقع عن الموتور بالمقلوب. صار عنده ورم، عنده ورم أكيد حتى جسمه انتفخ. لا تحكوا هيك عليه. يا شباب لا تتغلظوا عليه. يا شباب هو عن جد صار عنده صدر؟ شو هاد؟ شو صاير معه؟ أنا عن جد ما عم أفهم شي، ليش هيك؟ جايز أنا حاسس بالإهانة.